انتم الان متحالفين مع الحكومه وانتم جزء من الحكومه وبالكم ولو نجم الفوت العقابي اللي يصير في انتخابات الجهه كما صار انتخابات البلديه يمسكم انتم زاده باعتباركم حزب الان حكومي. احنا اختيارنا معناها باش ندخلوا في الحكومه ما كانش اختيار لا اعتباطي ولا جاء هكا وفيل دو هازار. احنا اقترح علينا المشتركه في الحكومه من 2016 معناها، لكن وكان انتم تتذكروا متابعين الشان السياسي كنا نمنحوا الثقه للحكومه دون المشاركه فيها، خاطر وقتها كنا منكبين على البناء الداخلي نتاع الحزب نتاعنا. تعرفوا احنا مرينا بمسار انتخابي 100% انتخابي، مكاتب محليه، مكاتب جهويه، مجلس مركزي، مكتب سياسي وغيره من الهيئات كلها. دونك كنا مركزين على البناء الداخلي. في التحوير الوزاري الاخير اقترح على حركه مشروع تونس المشاركه في الحكومه، وشفنا ان في الوقت هذا حاضرين. احنا حزب سياسي نحب نقدموا انفسنا كبديل للحكم، مانيش نعملوا في السياسه معناها ولا في عمل جمعيات، نقدموا في روحنا كبديل للحكم. عندنا تصورات، عندنا برنامج، عندنا رؤيه، وقلنا فرصه اليوم انه نشاركوا في الحكومه هذه، اولا للحد ايضا من هيمنه حزب حركه النهضه في الحكومه، ثانيا لتحسين المردود الحكومي على خاطر قاعدين نشوفوا في مردود متردي، وكانت عندنا عليه عده مؤاخذات وانا باغاتي اون اوكازيون باش نقولوا شنو معناها نخمو في باش نظن انه قدمنا وقت في الوظائف او لي بوست معناها اللي اقترحوا علينا قدمنا احسن ما عندنا. قدمنا العميد محمد فاضل محفوظ اللي هو لو بري نوبل ولو باتوني نتاع لي زافوكا في هيئه حقوق الانسان، وقاعد يقوم بعمل جبار. قدمنا سي سمير بشوير كاتب الدولة للتجارة، وقاعدين نشوفوا في العمل اللي يقوم به في إطار يعني مكافحة المضاربة والاحتكار. ثم الدكتور عبد الرؤوف الشريف اللي هو من أحسن الكفاءات الطبية في تونس، نشهدوا له بهذايا. إنسان أيضا كان تحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية صعيبة ياسر في المحنة الأخيرة، وقدم برشا القطاع الصحي. احنا في حركة مشروع تونس قاعدين نشتغلوا على هياكلنا، على تواجدنا، قمنا باجتماعات إقليمية كبيرة برشا، كان شعارها الجهات هي الحل. بقدرة ربي نهار 6 و7 افريل باش يكون عندنا ندوات في الولايات ايضا تحت شعار الجهات هي الحل والمشاكل التنمويه، ونحب نحيي مناضلات حركه مشروع تونس ومناضليها في كل ربوع الجمهوريه خاطر على العمل الجبار اللي يقوموا به، لان مركزين جل عملنا على حزبنا، على تكوين ايضا قائمتنا، قاعدين نخدموا كياننا باش نترشحوا للانتخابات التشريعيه في قائمتنا الخاصه، في انتظار نستكملوا المشاورات مع حلفائنا. مش باش يكون عندنا حليف فقط، احنا ماذا بينا انتم تعرفوا ملي عملنا حركه مشروع تونس في جويليا 2016 لان دي برانسيبو زاكس معناها كان هو تجميع الاطياف السياسيه اللي تنتمي لنفس العائله، وقمنا بعده مبادرات في المجال هذا، منها ما نجح ومنها ما لم ينجح، لكن مؤمنين انه التجميع اليوم ضروري لتحقيق التوازن السياسي مره اخرى للاسف في ظل النظام الانتخابي والسياسي اللي قاعدين نعيشوا فيه. اذا مشاورات متواصله، مازال ما عندناش التفاصيل، مازلنا في بين اخذ ورد، وخاصه كما قلت اصدقائنا اليوم عندهم لهين يعني منغمسين في اعداد المؤتمر، لكن اول ما تكون فما صوره واضحه باش نقوم بالتعليم على المختلف. ان شاء الله خلنا ترجعنا. حديث ممتع وزوج وجون معك، انا معاوة انه جيل الشباب والنساء سيتو لي فام يشدوا السياسه، بوركو با امراه رئيسه لتونس، وكذلك نتميز في التاريخ مره اخرى بهذا.